هذا في نجران يسمى ب ندق، احنا نقول له هوند، دقوا في القهوه حتى الثوب وكذا، ومنها سميت نجران في احد في بعض الاقوال. ايوه، لان كان يعني هي في المنطقه على شكل في الطبيعه على شكل نجر. احنا الان في سوق نجران ما شاء الله تبارك الله، هذا السوق، وهذه اللي يضعوا فيه الاولاد الصغار مثل الهندول عندنا يشيلوا فيها الولد سبحان الله. وهذه اواني الطبخ، شو اسمها هذه يا شيخ؟ هذه اسمها مداهن. مداهن ما شاء الله. وتضعوا له الطربوش من ذاك ولا ايش؟ نعم، يضع الخبز فوق. الخبز، وهذا للسفر فوق. ها؟ سفره. اي ما شاء الله. هذه المباخر. وهذه يا شيخ يضع فيها القهوه. هنا. هذه؟ حافظات القهوه. ما شاء الله. وهذه للماء. هذه للماء. اي نعم، من الطين. من الطين. ما شاء الله.